لا العاصفة صعبة صعبة كثير على الناس على المدنية، أكثر شيء ما حدا أكله غير المدنية وحصار، والله يكون بعون الناس. اليوم الحطب ب80 ورقة، بتروح لعند المزارع، المزارع يا أخي ما عنده سجرتين ثلاثة، بده إياها ب75، قديش بدك تبيعها؟ 80 ورقة. بيجي المدنية يشتروا، شو بدك تقول له يا أخي؟ قول له ب80 ورقة بفكروا يا أخي، غالي يا أخي، كله بالنار، شو بدي أحكي لك يعني؟ نحن يا دوبنا نطالع حق ربطة الخبز، ربطة الخبز 500 ورقة، كيلو البندورة ب 400 ورقة، كيلو الباذنجان ب 500، ما في شيء رخيص، ربطة بقدونس قدها هيك حقها 200 ورقة، شو بدي أحكي لك لأحكي لك؟ شو بعرفك؟ أحد جاز حطب، الحطب غالي، إذا راس ماله واقف، راس ماله واقف 80، فالواحد إذا جاب له شوية حطب يكلف 2000 ليرة، ويا دوب العالم عم تجيب شوية مازوت، شوية بلاستيك، والبلاستيك لتشعل الحطب. الحمد لله بعملين، الله ما بيقطع كمان، الحمد لله. الحطب كيلو ب80، والله سليمانة برد.